الأسد، برج الأسد. الحب سوف يأتيك من الماء، فحافظ عليه من الضياع. طب بقول لك ايه؟ طيب، طب واحد برتقان. طيب واحد برتقان. اي مالك يا في ايه؟ انا برضو اللي مالي. انت مالك بيها؟ هي مين دي اللي مالي بيها؟ اللي انت بعت لك جيب لك واحد برتقان يا خفيه. طب وايه يعني اجيب لي واحد برتقان؟ معادي يعني ايه المشكله يعني؟ المزه دي تخصني وامرها يهمني ومالكش دعوه بيها. شاطر تاني وشوف انت رايح فين. يا عم شاطر يا عم، اتكل على يا عم. بس وعدك دي بس، اوعى بس، اوعى بس. يلا ياض، زهقت من قله المنظر. بتبرطني؟ بتقولي ايه كل شويه؟ بقول لك كفايه علينا مذيعه واحده زي القمر اللي هي انت. مدام يقا، مدام يقا، مدام يقا، انا مش مصدقه نفسي. استاذ يقا قدامي بس. ايه مطر في عز الصيف غرقتيني رشاش. انا اشفى، اصل انا ما بحب حد بيحصل لي كده. انا من اسد المعجبين بحضرتك. ممكن ناخد شوله؟ اوكي، وايبس وبرنس. امسكي 1 2 3. نهار اسود وني اشفى، دي كمان اتفضل. وانت اكتمي اكتمي الكمية الحقيقية اهي. هاتي امسكي بسرعة يا اخي. حاضر حاضر. 1 2 3. أعرفك بنفسي، أنا عمرو الكيلاني. وأنت بقى مين؟ إيه الدوشة دي؟ إيه في إيه؟ شقوشة. وشة؟ عميد يالا، بالراحة يالا. الله يخرب بيتك، يا ابني بالراحة يا ابني، الله يخرب بيتك بالراحة، توقعني، يا ابني أنت مجنون. يا 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 فريد. انتوا نفسي مره تستقبلوني على اني خالتكم، مش تمرمطوني المرمطه دي. انا مش من الاعداء. انا ايه اللي اخرك كده يا ندى؟ يا دوبك عبال ما خلصت. بقول لكم ايه يا اولاد، عايزاكم تخشوا تذاكروا شويه، ولو قعدتوا هادين هجيب لكم معايا بالليل فيلم الكاراتيه اللي كان نفسكم فيه. ماشي؟ عشان عايزه ماما في موضوع كده. يلا. شيشه شيشه. غريبه، بقالنا مده يعني من ساعه ما كنا في الاعداديه ما شفتكيش معجبه بحد بالشكل ده. خلاص يا ستي، اول ما استلم الشيفت بتاعي هقلب لك الدنيا عليه. مش انت قلتي ان شفتيه على البيتش وان هو جست عندنا؟ خلاص يا قمر. يا سلام، احنا الاوتيل بتاعنا فيه فوق ال2000 اوضه، هتلاقيه بقى فين ان شاء الله. بعدين انت عارفه اني ما كنتش بعمل كده غلاسه وخلاص. انا كانت كل مشكلتي اني بدور على واحد في حاجه مختلفه، وطبعا لازم يبقى له كيان في شغله زي ما انا كده هيبقى ليا كيان في شغلي لما افتح المطعم الايطالي اللي نفسي فيه.
عبالي ان شاء الله ما تلمي تكاليف المطعم بتاعك ده اكون موت انا على ايديك. طيب اتفضلي خلاصي عشان نلحق الشفت بتاعنا بدل ما يطردونا. لا يطردونا لا، انا بكرامتي استقيل. استقيل؟ تجننتوا؟ انتوا نسيتوا اخر 10 سنين جبت لكم اعلى نسبه مشاهده؟ شوف يا لقاء، انا اكتر واحد عارف تاريخك وعارف افضالك على القناه، بس مجلس الاداره ليه راي تاني ومصر على التغيير. تقوموا تغيروني انا؟ انا اللي شايله لكم القناه؟ انا؟ ما احنا عشان كده قلنا كفايه عليك شيل، وان الاوان نشيلك احنا، قصدي نريحك ونشيل عنك المسؤوليه. مجرد الم غبيه من مجلس الاداره. تمحوا تاريخي؟ تسرقوا من عمري 20 سنه؟ انا لهم حاجه يا مرتضى؟ هيا فاء طمنيني، ازيها عامله ايه دلوقتي؟ ليه بقى؟ ايه ده انتوا اتجننتوا؟ انتوا ما اديتوهاش الدواء من ساعه ما كنت عندكم لغايه دلوقتي؟ يا عالم حرام عليكم، قلت لكم نص معلقه بعد الاكل 3 مرات في اليوم، واوعي تزودي عن نص معلقه، انت فاهمه؟ يلا دلوقتي على طول. عامله ايه يا لولو؟ شفتي اللي جرالي؟ معلش حبيبتي. ايه ده؟ دكتور خالد قال تاخدي نص معلقه كل ما تحسي انك هتتعصبي. افتح بقه افتح بقه. هو فين؟ طلبوه في المستشفى، عايزينه ضروري. انا لقاء هانم يحصل فيا كده؟ احسن مذيعه في مصر؟ معلش بقى، مش قلنا ما تزعليش نفسك؟ طب اديني. انت صباحي حلوه ومزاجك حلو، بني وي. بانوي بانوي. ما يجراش، انا استحملك. الف سلام عليك. Housekeeping. Housekeeping. ثانية واحدة بس أقول لك حاجة. طب استني بس هلبس هدومي بس ثانية واحدة. ياسمين إيه؟ أنت يا بنتي بتاعت الأورنج؟